سلطانة في شكل إنسانة حاولت تقتل جوزها كذا مرة لكن ربنا نجاه، وفضلت مصممة على قتله علشان تاخد راحتها ورا شهوتها. جريمة بشعة وتفاصيل مرعبة، القصة الكاملة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتابع الفيديو للنهاية. شاب اسمه محمد عنده 33 سنة، شغال ترزي، مقيم هو ومراته في مركز دهشور جنوب محافظة الجيزة، وفاتح محل ترزي في بولاق الدكرور. وطبعا راجل شغال ترزي يبقى بطبيعة شغله بيقضي أكترية وقته في الشغل علشان يقدر يجاري مصاريف الحياة زيه زي ناس كتير بتجري ورا أكل عيشها. وأدام طبيعة شغل الراجل كده لازم يشوف واحدة بنت ناس وتكون عارفة ربنا وست محترمة علشان لما يقعد في شغله أو حتى يسافر لبلد تانية يكون متأكد إنه سايب ست بميت راجل تراعي ربنا في نفسها وتراعي ربنا في جوزها. ومحمد كان بيروح بيته كل يوم خميس وجمعة، ومراته اسمها دينا أصغر منه حوالي 11 سنة وعندها محل ملابس. وفي يوم دينا في شوية شباب عكسوها عند المحل بتاعها، وزي اي حد لو لقى شباب بيعاكس واحدة او بنت هيتدخل، وهنا فعلا اتدخل شاب واتخانق مع الشباب دول. وبعد ما الشباب دول مشيوا الشاب ده عمل نفسه ان هو عاوز يشتغل في الملابس، وطلب من دينا رقمها واخد رقمها وكمان هي اخدت رقمه، وفضلوا يتكلموا مع بعض كذا مرة على اساس ان الشاب ده عاوز يشتري منها هدوم. لكن مع مرور الوقت المكالمات دي اتحولت لغرام اللي انا بسميها غرام الافاعي، ولما الموضوع زاد بينهم طلبت منه ان هو يروح لها البيت. كل ده في 15 يوم علشان احنا في عصر السرعة. ولما طلبت منه يروح لها فعلا راح لها، لكن ما دخلش من الباب، كان في ماسورة صرف صحي ورا البيت بيتوصل جوه الحمام بتاع البيت. طلع عليها بالليل ودخل البيت وفضلوا يمارسوا العلاقة الغير شرعية مع بعض. واوقات كتير كان بيبات في البيت لان جوزها كان راجل بيكافح وبيجري ورا اكل عيشه علشان يقدر يأكل واحدة ازبل من الزبالة. وفضلت العلاقة بينهم حوالي 3 شهور لحد ما تحصل المفاجأة ان دينا الشيطانة حملت منه وقالت له انا كل الفترة دي ما عملتش العلاقة الزوجية مع جوزي، واتفقوا انهم يتخلصوا من الحمل ده ومن الطفل اللي في بطنها. في الوقت ده عشاها قال لها انا هجيب لك برشام معين تاخدي منه علشان الجنين ينزل. ومع مرور الوقت دينا الشيطانة كان عندها رأي تاني خالص، قررت ان هي تعيش مع عشيقها بقية حياتها كلها، لكن جوزها هو العقبة الوحيدة بالنسبة لها. فقررت ان هي تتخلص منه واتفقت مع عشيقها ان هما هيجيبوا سلاح ناري علشان يقتلوه، لكن الموضوع ده فشل معاهم. وهنا جات لها فكرة تانية ان هي هتحط لجوزها مخدر وهتتظاهر ان هو مات موتة طبيعية. وزي العادة جوزها بيرجع البيت كل يوم خميس، وفي يوم الخميس لما رجع جوزها من شغله حطت له المخدر في الاكل وبدأ ياكل، لكن جوزها في الوقت ده حس ان الاكل طعمه متغير ومرضيش ياكل منه. راحت عملت له كوباية شاي وحطت فيها المخدر برضه، ونفس الموضوع لما جه يشرب منه حس ان طعمه متغير ومرضيش يشربه. هي بقى في الوقت ده مش تفكر وترجع في اللي هي عاوزة تعمله، لكن ضميرها في خبر كان. بس اللي كان مش متوقع لما جوزها رفض يشرب الشاي قال لها اشربيه انتي، لكن هي ما رضيتش تشربه. بعدها بشوية اتصلت بعشيقها علشان يشوفوا طريقة تانية ويتخلصوا منه. قالت له تعالى، هو نزل يفطر مع امه واخواته لان كل ده كان بيحصل في بيت العيلة. ما علينا ونكمل. عشيقها في الوقت ده راح لها وطلع على الماسورة ودخل البيت واستخبى جوه الدولاب في اوضه النوم استني جوزها يطلع. وبعد شويه جوزها طلع ودخل اوضه النوم وقعدت الشيطانه جنبه على السرير، ونفس الموضوع كانت عامله ليه كوبايه عصير وحاطه فيها المخدر وقالت له اشرب، لكن هو مرضيش ان هو يشرب من العصير ده. لكن بخبص الشيطان قالت له في حاجه جوه بقك، افتح بقك اشوف ايه ده. ولما فتح بقه في الوقت ده هي رشت جوه بقه المخدر. جوزها في الوقت ده اتعصب وبدأ يضرب فيها، لكن على غفلة طلع عشيقها من جوه الدولاب وكان في ايده ماسورة حديد وقعد يضربه على راسه كذا ضربة علشان محمد يموت في ساعتها.
وعلشان الشيطانة تبعد الشبهات عنها قالت لعشيقها خد شوية حاجات أكنك سارقهم. عشيقها في الوقت ده نزل على الماسورة وهرب وبدأت تصوت وتقول الحقوني حرامي دخل سرقنا وقتل جوزي. أهله طلعوا جاري والناس اتلمت، لكن لما الشرطة جت بدأت التحريات وبدأوا يحققوا مع كل البيت، لكن المباحث ما كانتش مقتنعة بكلام مراته، ومن كتر ضغط التحقيقات معاها اعترفت بكل حاجة ان هي قتلته هي وعشيقها. في الوقت ده المباحث عملت كمين لعشيقها واتقبض عليه واعترف بكل حاجة، ودي نهاية الحرام، وكل جريمة اخرها حبل المشنقة.